صراحة نحن حزانة جدا بسبب الأوضاع السائدة بالمنطقة، إن كان بسوريا، إن كان هون بالعراق، اليوم تفجير بدوميز، قتل ناس أبرياء، وإن كان في ليبيا، في لبنان، في كل مكان يعني. والعيد بأي حال يعود العيد يعني، والناس متألمون، حزانة، معاناة، بطالة، فقر، ارتفاع الأسعار يعني. نحن أكيدا بالبداية نتقدم من أخوتنا المسلمين اللي هم أحبانا وأبناء هالبلد بأزكى التهاني والتبريكات، ونتمنى أنه هذا العيد يخفف من آلامهم ومن وطأة كل المواطنين. لكن أيضا ندعو كل السياسيين، كل المسؤولين إن يراجعوا مواقفهم، يقيموا هالمواقف، أنه يبادروا بشكل إيجابي إلى المصالحة، إلى التوافق، حتى يعود السلام والاستقرار إلى هالبلدان تدمرت يعني. وأيضا الناس، كل الناس يعيشوا بعز وكرامة، حتى يكون للعيد وجه مبتسم، يكون للعيد أيضا رسالة رجاء، رسالة استقرار، طمأنة، ثقة للمستقبل، ولا يكون هذا العيد يجي بوجه حزين متشائم والناس قلقين وخايفين على نفسهم، على أولادهم، على بيوتهم، على سبل معيشتهم، على بلدانهم، على مستقبلهم يعني.